السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام. هذه حلقة جديدة من برنامجكم المشهد اليوم. حياكم الله. أكد ناشطون حقوقيون أن الزينبيات يقمن بمهمة نقل أسلحة ومتفجرات لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكذلك القيام بعمليات انتحارية بتلك المتفجرات. كما دعت منظمات حقوقية دعت المجتمع الدولي لإيقاف اختطاف النساء في صنعاء بعد كشف اختطاف 200 امرأة عبر الزينبيات. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. اكتشاف جريمة ميليشيا الحوثي باختطاف 200 امرأة في صنعاء هو غيظ من فيض. هذه العمليات والاعتداءات على المظاهرات النسوية وغيرها ترتكبها الميليشيا عبر القطاع النسائي، أو ما يطلقن على أنفسهن بالزينبيات التي يوهمن الآخرين أنهن من آل البيت. كما يقومن الزينبيات بعمليات تمرير وتهريب أسلحة مستغلات الأعراف والتقاليد اليمنية التي تضع مكانة للمرأة في تسهيل مرورهن على الطرق العامة. إنما تقوم به نساء الحوثي من اعتداءات واعتقالات ومداهمات تعد خارجة عن العادات والتقاليد والأعراف. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف مثل هذه الانتهاكات الخارجة عن القانون. تجنيد النساء واختطافهن بسجون ومعاملتهن بشكل غير لائق، هذا مخالف للعادات والتقاليد اليمنية. الآلاف من النساء تم استقطابهن عبر الزينبيات للعمل العسكري والأمن والمخابرات ولتنفيذ عمليات انتحارية وتمرير العبوات الناسفة وغيرها لاستهداف المدنيين في بعض المناطق. وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة نهب الميليشيا الانقلابية لرواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عامين، فتستغل الميليشيا حاجة الناس لتجنيد دفع جديدة سواء من الرجال أو النساء. ما تقوم به جماعة الحوثي في صنعاء سواء لاختطاف النساء أو تعرضهم للتعذيب هو انتهاك لحقوق المرأة بشكل عام وانتهاك القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيين. ونتمنى من المجتمع الدولي إيجاد أو إرسال رسالة واضحة لهذه الجماعة بأن توقف كل هذه الأعمال التي تنتهك حقوق المدنيين وتعرضهم للخطر. عدم مساواة ميليشيا الحوثي بين مقاتليها في المكانة أدى لزيادة النقمة ضدهم بين مؤيديهم قبل خصومهم. إذ تقوم الميليشيا بالاهتمام بالقناديل من الرجال والزينبيات من النساء. استياء شعبي واسع لما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية والزينبيات التابعة لهم من عمليات تجنيد واختطاف وتعذيب، كون هذه التصرفات منافية للعادات والتقاليد والقوانين. بلال صبري لبرنامج المشهد اليمني، تعز. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا للحديث بشكل أوفى حول هذا الموضوع يلتحق بنا في الأستوديو المحلل السياسي الأستاذ عبد الرب أحمد عثمان، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. مرحبا أخي العزيز. يا مرحبا. وأيضا يلتحق بنا من القاهرة عبر الأقمار الصناعية الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم وبضيفكم وبجميع السادة المشاهدين، حياك الله، أهلا وسهلا. خليني أبدأ معك أستاذ عبد الرب بمدخل فقط، من هم الزينبيات؟ ياريت نعرفهم بشكل واضح وشافي للمشاهد وعلى الأقل المشاهد البسيط. جميل جدا. الاسم، إذا بدأنا بالاسم، ماذا يعني بالزينبيات؟ هو انتساب لزينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كل ما يقصدونه من هذا المسمى هو أنهم يأخذون مأخذ على الآخرين ويعطوا لأنفسهم الحق في أن المهدي المنتظر
هو من أبناء الحسين، ولذلك فإن زينب هي التي حمت من يسمونه زين العابدين ابن الحسين، ولذلك هم يتخذون من السيدة زينب انحراف كامل في 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 مسألة الدين إذا نظرنا إليها من منظور ديني. فزينب هي ابنة الحسين نعم رضي الله عنها ورضي الله عن والدها وعن جدها، ولكن في الحقيقة أنهم يستعملون ذلك لإجرامهم على مدى التاريخ ولمذهبهم الرافضي الخبيث الذي لم يتخذوه من مصادر إسلامية حقيقية وإنما من مصادر مجوسية كادت الإسلام منذ وقت مبكر عندما سقطت إمبراطوريتهم، ولذلك تم الإعداد. هم هؤلاء يمشوا على اتجاهين، الاتجاه الأول وهو عقائدي في أنهم فكر مجوسي حقيقة، والاتجاه الثاني وهو عرقي بحت، إذ أنهم لا يعترفون بأنهم من أصول يمنية وإنما أنهم من أصول خارجية، وهذا بحد اعترافاتهم هم على أساس، ولكنهم نختلف نحن في إلى من ينتسبوا. نحن نرى أنهم أولاد الصفات وأنهم ينتسبون إلى يحيى بن القاسم الطبطبائي الذين يسمونه بالهادي، والذين اتخذوا له مسجدا في صعدة، والذي هذا الفكر الخبيث الذي مستمر حتى اليوم هو من صنيعة هذا الرجل، وهم يذهبون إلى أنهم من أبناء رسول الله، وهم حقيقة لا ينتمون إلى رسول الله في شيء، لا في عرق ولا في تصرفات ولا في أخلاق ولا في مبادئ. لذلك الزينبيات اليوم الذين يتكلمون عنهم الحوثيين والذين نراهم ونرى إجرامهم على الواقع، نأتي إلى بداية تأسيسهم. هناك كانت هناك بعثة لأكثر من 3 نسوة من الحوثيين، هم من هذه الطبقة التي يدعون أنهم ولاة الله على أرضه وأن لهم الحق في أن يستعبدوا الناس، ذهبوا بهم إلى إيران وأعطوهم دورات ثقافية حسب ما يريد المرشد الخامنئي، وبعد ذلك عادا بقيادة إلهام الوزير وهي أيضا زوجة لأحد القيادات الحوثية الكبيرة، وبدأوا يجعلوا منها بداية تأسيس الزينبيات. هذه الزينبيات فصلت على 4 محاور. المحور الأول كان الجانب العسكري، وهذا الجانب العسكري يضم ما لا يقل عن 3000 امرأة، كان بقيادة هذه المدعوة إلهام الوزير، له دور في القتال، له دور في كيفية زرع الألغام، له دور في كيفية المساندة وكيفية العمليات الانتحارية، حتى ذات بعد عسكري شامل، ذات بعد عسكري وأمني. والجانب الآخر من هذا المكون الزينبي هو الجانب الاستخباراتي، وهذا الجانب أيضا يضم عدد كبير من هذه النساء، وهدفه كيف الإيقاع بالنساء الآخرات سواء في الدخول في الاحتفالات أو في الدخول في المناسبات وكيفية الوشاية بهن، وأيضا استخباراتي في كل المجالات، ولكن عندما تقوم المرأة بهذا المجال تكون ناجحة أكثر من الرجل، بحكم أن الإنسان اليمني في طبعه لا يعتقد أن هذه المرأة قد تكون جابت لنا الفكر الإيراني إلى اليمن. جميل. حقيقة الجانب الثالث وهو جانب أو فصيل المداهمات، وهذا فصيل المداهمات قد رأيناه كثيرا في عدة احتفالات حدثت وعدة مظاهرات حدثت، فكان يداهما ولا زال إلى الآن يداهما البيوت، ولا زال يداهما الناس الآمنين، ويختطفا من داخل البيوت شرايف اليمن ويسجنوهم بدون أي موجب حق. جميل. والجانب الرابع وهو الأهم وهو الجانب الإلكتروني، وهو زرع الخلايا الزينبيات في وسائل التواصل الاجتماعي وفي معرفة من هو المعارض وفي معرفة من هو المساند، والحديث طويل في هذه الأمور، ولكن أكتفي بهذا القدر في من هم الزينبيات. طيب جميل، أذهب إليك أستاذ نبيل. يعني تحدثنا عن الزينبيات ذات البعد إذا صح التعبير الطائفي النتن، وأعتذر عن هذه الكلمة، ولكن خليني أسألك، اليوم يقابله اليمن ذات مبادئ، وتربى اليمنيون على مبادئ فيها من احترام المرأة وتقديرها الشيء الكثير، اليوم كيف يعني يسهم هذا في انتشار الزينبيات باستغلالهم هذا الاحترام من قبل اليمني الأصيل، ويعني انتشارهم بشكل أكثر، تسهيل مهمتهم، كيف يمكن اليوم نعمل موازنة بين هذه وتلك؟
دعني أقول أخي الكريم أن اليمنيون كما ذكرت يعتبرون النساء خطا أحمر، وبالتالي التعامل مع النساء يتم وفق أسس وقواعد وتقاليد ربما هي نفسها موجودة يعني متكررة في سواء في اليمن أو في كل الخليج والجزيرة بشكل عام. نحن نتعامل على أن المرأة يجب أن تكون بعيدة عن أي خطر، بعيدة عن أي إهانة، بعيدة عن أي إساءة لها، وبالتالي نتعامل مع النساء على أنهن أمهات وأخوات وزوجات، يعني يجب أن يظل التعامل معهن فيها كثير من التكريم والإبعاد عن أي إساءة. هم يستغلوا هذا البعد وبالتالي يقومون بإقحام هذه النسوة التي قاموا بتدريبهن على كل هذه الأعمال السيئة التي ذكرتموها، وأيضا يقومون بعملية التجنيد لهن من خلال التغيير في السلوك والتغيير في الفهم والذهنية، وبالتالي يكون من السهولة بمكان استخدام هؤلاء النساء، لأن الجميع سيتعامل معهن بشكل لا يصدق أن تكون المرأة صاحبة دور سواء عسكري أو استخباراتي أو كما ذكر ضيفك الكريم، وهو ما سهل للزينبيات كثير من الأعمال القذرة التي تحدثتم عنها. نعم، طيب أعود لك أستاذ عبد الرب. اليوم يعني نعلم جليا يعني تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، وقد يكون هناك أسباب كثيرة لأن الطفل قد تستطيع زراعة الأفكار فيه بسهولة. اليوم عند اختطاف النساء الراشدات، كيف ترى سهولة أولا تحويلهم من مع إلى أو من ضد إلى مع؟ هذا شيء. الشيء الآخر، كيف يمكن أن نقرأ يعني كثرة الاختطاف في الآونة الأخيرة، المداهمات للاحتجاجات وغيره، وكيف قد يستغلها الزينبيات لصالحهم؟ أولا فيما يخص كيفية تحول هؤلاء إلى الفكر الطائفي الخبيث الذي أتونا به، يأتي عبر وسيلتين، إما بالإكراه وإما بالترغيب وبالإغراب المال في حالة صعبة يعيشها المواطن اليمني. وهنا طبعا علامة استفهام كبيرة في كيفية وصول منظمات حقوق الإنسان إلى هؤلاء المختطفات وإنقاذهن في وقت مبكر، لأنه عندما تطول المدة في سجنهن وفي اعتقالهن، أنا أعتقد أن هناك عوامل مساعدة تأتي وتخلق في أنهم ربما أقل شيء في سبيل أن يخرج يوافقا على الشروط التي يشترطونها عليها. ولكن في نفس الوقت هذه الجريمة النكراء التي حدثت في مجتمعنا اليمني، وهي دخيلة في كيفية اعتقال النساء وفي كيفية ضربهن وفي بل الوصول إلى قتلهن. قبل يومين أيضا هناك قتل امرأة في محافظة البيضاء وجرح أخرى. لم تكن هذه العادات والتقاليد في مجتمعنا اليمني، وهذا دليل واضح على أن هذه الجماعة في فكرها وفي أخلاقها هي خارجة عن اليمن، بل عن العروبة، بل عن الدين الإسلامي تماما. ولذلك السؤال هنا، هذه المعسكرات التي يقومون بها الحوثيين للنسوة، كيف إذا قام الجيش الوطني أو التحالف العربي وتم قصف معسكراتهم، ماذا يحدث من ردود إذا كان يتباكون على الصحيح وعلى الخطأ؟ بل إنهم يتباكون في أكثر أمورهم على الخطأ. كيف سيعملون وماذا سيتقبل المواطن اليمني هذه النتيجة؟ هم الآن يجندوها، وهان الآن جنود مجندات لدى الحوثي يقومون بعمليات عسكرية، بعمليات انتحارية، بعمليات لا أخلاقية في ألغام وفي غيرها. لكن إذا حدث الرد وإذا أتت المعلومات أن هذا معسكر حوثي بدون تصنيف نساء أو رجال وتم قصف هذه المواقع، ماذا سيكون رد الشارع اليمني؟ بل ماذا سيكون رد المجتمع الدولي؟ هذا المجتمع الذي ساكت عن هذه الجرائم لكن سيطلع في يوم من الأيام يتباكى. هذه الجريمة يجب أن تكون لها علاجات، وأول علاج هو أن تقوم حكومتنا الشرعية بالضغط على الأمم المتحدة، إما بانسحابها من المشهد، وإما بأن تقول الحق وأن تنصف الجميع. ما يقوم به الحوثيون اليوم هو تماديا لما رأوه من تخاذل الأمم المتحدة ومندوبيها ومبعوثيها. هذا الشيء الذي يحدث جعل الحوثيين يتمادون كثيرا، حتى أنهم جندوا هذه النساء وجعلوهن يقومون بهذه العمليات الإجرامية. إن لم
تتخذ الشرعية القرار المناسب وتعترف أن الحوار مع هذه الجماعة لا يغني، وبأن الحوار الحقيقي الذي ينتج النتائج الإيجابية هو حوار الجبهات، فإننا لن نصل إلى حلول، بل إن جرائم الحوثي ستزداد يوميا وربما نرى ما هو أشنع من ذلك. نعم أستاذ نبيل، خليني أسألك من حيث ما انتهى الأستاذ عبد ربه. اليوم تحدثنا عن مبادئ في التعامل مع النساء، ولكن خليني أسألك التساؤل الذي طرحه أيضا الأستاذ عبد ربه اليوم، ما ردة الفعل اليوم من الشرعية تجاه هذه المعسكرات النسائية؟ وأيضا في المقابل كيف تقرأ إن حصل ردة فعل دولية، لماذا يعلقون دائما على ردة الفعل ولا يعلقون على الفعل؟ حقيقة الحكومة الشرعية تحدثت مطولا في إطار التقارير الحقوقية أو في إطار اللقاءات التشاورية المشاورات التي حدثت حول ما تقوم بها هذه الفئة من أعمال في إطار الانقلاب الحوثي الإيراني، وبالتالي أن الإساءة للمرأة اليمنية من خلال هؤلاء يتم النقاش فيه كثيرا. لكن دعنا نقول نحن نتحدث مع الأمم المتحدة في جزئية أخرى، هناك اتفاقية دولية هم دائما يتشدقون بها، وهي اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وما شابه. نعم. وبالتالي نقول أين مارتن غريفيث وأين الأمم المتحدة في إطار ما يحدث للمرأة اليمنية اليوم؟ هذا العدد الكبير من المعتقلات التي حدثت، الاختطاف، ما يحدث من إهانة واغتصاب وغيرها من أعمال سيئة للنساء اليمنيات وتهديدهن في شرفهن، والاختطاف من داخل تظاهرات نسوية حدثت في فترات سابقة، كلها اليوم في وجه الأمم المتحدة. إن لم تتحرك ويكون لها دور لإيقاف كل هذا الجانب، ستكون النساء اليمنيات اليوم في حالة مزرية نتيجة ثقافة الخوف الذي تحاول أن تزرعها هذه الميليشيات وتتمادى فيها، نتيجة اللغة الدبلوماسية والناعمة التي تستخدمها الأمم المتحدة معهم، مع أن كل ما يقومون به هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يفترض أن يكون للمجتمع الدولي موقف حقيقي معها، وأن لا يتركوا الأمور فقط لما يسمى بالدبلوماسية الدولية التي لن تجدي مع هؤلاء. وبالفعل لن يكون إلا إما أن يكون هناك فعل على الأرض يجبر هؤلاء إلى الرضوخ للاتفاقيات الدولية، أو ستظل العمليات هي مجرد فتح طريق لهؤلاء للاستمرار والبقاء عبر كل هذه التصرفات وعبر كل هذه الفئات. هم لم يتركوا فئة إلا واستخدموها، سواء الأطفال، النساء، الشيوخ، لا يوجد لديهم أي خطوط حمراء، لا توجد لديهم أي مبادئ وأي مثل وأي أخلاقيات، كل ذلك يضرب بها عرض الحائط، ولا يبقى أمامهم إلا هم وكيف يستمرون على الأرض. جميل أستاذ عبد الرب، خليني أسألك اليوم، لندع الملف السياسي على جانب ونعنى فقط بالملف الإنساني، اليوم تجنيد هؤلاء النساء هي جريمة بشتى المعايير، حتى لو لم يحدث منهم خطر، وفي الأخير أنت يعني حولت فكر إنسانة من فكر سوي إلى فكر مختل وقد يكون خطر في القادم. سؤالي لك اليوم، لماذا هذا الصمت الأممي تجاه هذا، على الأقل على القضية الإنسانية لتجنيد هؤلاء؟ أيضا في المقابل يعني كيف ترى استغلال الحاجة والضعف، وخليني بين قوسين أقول لقمة العيش اليوم أصبحت صعبة، استغلال مثل هذه الزوايا لإجبار أو إكراه هؤلاء النساء الراشدات بالطواع والسماع للزينبيات؟ بالضبط، مسألة المجتمع الدولي ونظرته إلى اليمن بشكل عام مع الأسف الشديد هي نظرة مغالطة للواقع تماما. المجتمع الدولي اليوم يناقض نفسه ويناقض قراراته. اليوم القرار الأممي 22-16 تعمل الأمم المتحدة ويعمل مجلس الأمن الدولي، ما هو عكسه تماما. اليوم الجلوس على المنضدة والجلوس في الحوارات والتماهي في تدليل الحوثيين يثبت أن هؤلاء المندوبين، وأنا أعتبر مارتن غريفيث ليس مبعوث أممي وإنما مندوب سامي بريطاني، انتهت المبعوثين الأمميين من بعد ولد الشيخ، أما مارتن غريفيث مع الأسف الشديد أتى بنكهة مندوبية
وليس كمبعوث أممي، ولا يحق لشخص لديه دولة ضمن الدول الخمس الدائمة العضوية أن يكون مبعوثا أمميا، وإنما هو مندوب سامي بريطاني جديد مع الأسف الشديد. وعلى الشرعية أن تنتبه لهذا الوضع، وعلى الشرعية أن توقف موقف حازم. لا نريد رفع تقارير ولا نريد بيانات ولا شجب، وإنما نريد موقف واقعي تماما مما يحدث اليوم. الأمم المتحدة لا تعترف إلا بلغة القوة، الحوثي جماعة متطرفة لا تعيش إلا على هذه الجرائم. جريمة تجيش النساء ليست غريبة وليست مستبعدة، بل كنا نتوقعها منذ وقت مبكر، وإنما المستغرب السكوت عن ذلك. الحوثي لا يعيش إلا على الدماء، كل حياته منذ أن أنشأ وفي حروبه منذ الحرب الأولى في 2004 وحتى اليوم، وهو لا يعرف غير لغة القتل ولغة الاعتداء ولغة السجن ولغة التعذيب ولغة اللا أخلاق حقيقة. ولذلك لا نستغرب منه ما يأتي به، وإنما نستغرب من الطرف الآخر وهو حكومتنا الشرعية التي نأمل فيها أن تقتنع تماما بأن الحوار مع هذه الجماعة لا يفيد، وبأن التمادي وبأن السير وراء الأمم المتحدة هو خيانة لدماء الشهداء وخيانة للشعب اليمني الذي عانى وسيعاني وستطول معاناته إن ضلينا على هذا الفكر، وهو فكر الحوار، فكر التعايش السلمي مع الحوثي، فكر المباحثات السياسية. هذه هي نكبة اليمن الحقيقية. إذا كان الحوثي نكبة فالمباحثات وتطويل الوقت على الشعب اليمني حتى يجوع أكثر وحتى يلجأ إلى أن مثل هذه النسوة يتجندن في سبيل لقمة العيش، فهنا المصيبة الكبرى وهي خيانة. وأنا من هذا المنبر وقد ناشدت كثيرا أن على فخامة الأخ الرئيس أن يعلن هذه الجماعة جماعة إرهابية، ولذلك بعد أن يكون هذا الإعلان لا يصح التحاور معها. وحوار الجبهات هو الذي سيأتينا بالتحرير إن شاء الله، وسيحافظ على هؤلاء النسوة وعلى غيرها ممن سيأتين لاحقا في سبيل لقمة العيش وفي سبيل الفكر الرافضي المجوسي الذي اليوم يدرسونه لأولادنا في المدارس، والذين يدرسونه لهؤلاء النسوة في الدورات الثقافية، إن لم يكون هناك حل جذري واتخاذ القرار بالتحرير العسكري وغير ذلك فلا حل للمشكلة اليمنية، بل ستطول وستطول المعاناة وستطول المصائب والمشاكل على المواطنين في الداخل. وهذا الذي نتمنى أن ينتهي. أستاذ نبيل، امتدادا لما ذكره الأستاذ عبد الرب اليوم، ما هي الطرق المثلى من وجهة نظرك للحد من خطورة هؤلاء الزينبيات وأيضا الحفاظ على نساء اليمن؟ أعتقد أن هناك مجموعة من الخطوات والأعمال التي يجب القيام بها. نحن طبعا نعول بشكل كبير على الإعلام. الإعلام اليوم هو يعتبر خط هجوم ودفاع في نفس الوقت. نحن نعتقد أن عمليات التوعية عبر الإعلام المرئي بشكل أساسي هي خطوة أساسية لابد من العمل من خلالها لإظهار مدى خطورة هذه الفئة وجرائمها وإبراز الأساليب التي تقوم بها. أيضا الخطوة الثانية هي تقديمنا، وهذا ما نقوم به بالفعل في إطار وزارة حقوق الإنسان عبر التقارير التي نرفعها دوليا، وخصوصا وأننا غدا سنذهب إلى جنيف لمجلس حقوق الإنسان لتقديم التقرير الدوري الشامل عن اليمن، وهناك جزئية كاملة عن هذه الجرائم وما يحدث فيها، وبالتالي فضح هذه الانتهاكات ووضعها على الطاولة الدولية هو أيضا إسكات لكثير ممن يتحدثون عن المهادنة والتدليل واللغة الدبلوماسية والنعو والقوة الناعمة. نحن نقول نحن نطرح أمامكم وعلى الطاولة كل هذه الجرائم، ونريد منكم أولا التصدي لهذه الانتهاكات وإيقافها قبل أن تتحدثوا عن أي خطوات أخرى مع هؤلاء الذين اعتادوا على هذه الأساليب الإجرامية. الجزء الثالث هو التحرك مع منظمات المجتمع المدني والراصدين وعمليات التوثيق لرصد كل هذه الانتهاكات وتجميعها من أجل أن تكون هناك ملفات كاملة للمساءلة والمحاسبة في القادم في الفترات القادمة إن شاء الله بعد الانتهاء من هؤلاء، ويكون هناك مجال للمحاسبة، وحتى يعلم هؤلاء سواء كانوا رجالا أو نساء أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وبالتالي ستظل عبارة عن
حبال مشانق لهم إذا ما استمروا بهذا الأساليب وهذه الجرائم لن تذهب هذه الجرائم وسيتم المحاسبة عليها. نعم أستاذ عبد ربه، كما ذكر الأستاذ نبيل أكيد أن الإعلام مهم اليوم، التوثيق أيضا مهم، يعني المجتمع أو منظمات المجتمع المدني أيضا مهمة، ولكن وعلى عجالة وصلنا إلى الختام، اليوم ما الحل عسكريا لتفتيت مثل هذه المنظمات والجماعات؟ لا حل سواه، لا حل سواه الحل العسكري للمشكلة اليمنية. نحن نعرف أكثر من غيرنا في اليمن أن هذه الجماعة لا تعيش إلا على الدماء ولا تعيش إلا على القتل ولا تعير اهتماما للمواطن اليمني. هي معترفة أنها ليست لا تنتمي إلى اليمن، وهي أيضا في كل حروبها هذه وهي تتخذ الجانب العرقي والديني والمذهبي، ولذلك لا يمكن أن نتسالم مع الشعب اليمني إطلاقا إن لم يتم القضاء على هذه الجماعة، ليس فقط عسكريا وإنما حتى فكريا، فإنها ستبقى شوكة في ظهر الوطن اليمني وفي ظهر المواطنين وفي ظهر الأمة العربية بشكل عام. هذه الجماعة السرطان خبيث لابد من استئصاله. نحن لغة السلام ولغة الحوار ولغة التفاهم لا يمكن أن تكون مع هذه الجماعة، قد تكون مع الشيطان الرجيم لكنها لا يمكن أن تكون مع هذا الفكر الحوثي المريض. بكل تأكيد هم نسخة أخرى من الحرس الثوري ومن حزب الله وغيره الكثير. وصلنا للختام، أشكرك ضيفي، أشكر ضيفي من القاهرة الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل على حضورك، يعطيك العافية. وأيضا أشكر ضيفي هنا في الأستوديو المحلل السياسي الأستاذ عبد ربه أحمد عثمان، شكرا جزيلا لك ولكل ما طرحته على هذه الطاولة. تحياتي عزيزي. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، نتمنى أن نكون قدمنا ما يستحق المتابعة. إلى الملتقى في حلقة قادمة، في أمان الله.